أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب، نرحب بكم في ندوتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة الندوات التوعوية الإرشادية للتعليم المهني. ندوتنا اليوم تختص بالتعليم التجاري، مجالاته، مجال الدراسة فيه، المواد التي يدرسها الطالب، والمراحل التي يدرس فيها الطالب. بداية نرحب بضيوفنا أستاذ عمار الحسن. أهلين أستاذ عمار. موجه اختصاصي في تربية حما. العافية. الأستاذ محمد بدر. أهلين أستاذ محمد، مدير المعهد التقني التجاري بالتل. أهلا وسهلا فيك مجددا. أهلين. نبدأ معك أستاذ عمار. نعلم أنه من فترة قريبة طلعت نتائج التعليم الأساسي، والآن الطالب في مرحلة التعليم الأساسي أمام مفترق طرق، إما تعليم ثانوي علمي أو أدبي، وإما تعليم مهني. ونعلم جميعا أن آلية التقدم للصف العاشر الآن أو الأول الثانوي حسب المفاضلة، يعني متاح للطالب جميع المهن وعليه أن يختار. ما رأيك بمهنة التعليم التجاري وما هي مجالاتها، ما هي مزاياها؟ أولا نبارك لجميع التلاميذ الذين أتموا مرحلة التعليم الأساسي ودخلوا في مرحلة التعليم الثانوي. طبعا كبداية، التلميذ التعليم الأساسي انتقل لمرحلة الطالب في التعليم الثانوي. تمام. تختلف تسمية التلميذ عن تسمية الطالب. تسمية الطالب هي تسمية أكثر وعي، وبالتالي فأصبح الطالب أمام أول مفرق طرق بحياته المستقبلية، يختار به يعني. يختار طبعا، وتتحكم الخيارات أو يضبط الخيارات أمور عديدة، منها بعض الأحيان النظرة المجتمعية، وبعض الأحيان رؤية الأهل تجاه مستقبل الولد، وبعض الأحيان وهو الأهم ميول التلميذ نفسه. ونقع هنا أمام الخيارات التي تكون أكثر منطقية، بحيث إذا كان الأهل والطالب نفسهم على وعي بالمهنة التي سوف يختارها الطالب. فنحن في التعليم التجاري مهنة تمتاز بعدة مزايا. طبعا الثانوية التجارية مرحلة تمر بثلاثة صفوف: الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي، والصف الثالث الثانوي. ويتم تدريس بهذه المرحلة جميع الكتب التي أيضا تتألف من عدة مسارات أو حزم، بعضها يتعلق بالمواد المحاسبية، وبعضها يتعلق بالمواد الإدارية، وبعضها بالمواد الإحصائية، وأيضا لا تخلو من المواد الثقافية والحاسوبية أيضا. مرحلة الشهادة الثانوية عند إتمام المرحلة الأولى اللي هي مرحلة 3 سنوات، أول مع ثاني ثالث ثانوي، اللي هي مرحلة الثانوي المهني، الثانوي المهني التجاري. طبعاً يحصل طالب على شهادة مهنية تمتاز عن الشهادة العامة بأنه يحصل الطالب على مهنة إضافي إلى الشهادة. طبعاً بالثانوية العامة الطالب يحصل على شهادة ثانوية، أما بالثانويات المهنية بشكل عام إن كان تجاري ولا صناعي ولا نسوي فهو يحصل على مهنة يمكن أن يمارسها في سوق العمل إضافة إلى الشهادة الثانوية التي يحصل عليها. يعني نقدر نقول أنه مثلا خريج الثانوي المهني ممكن يشتغل محاسب أو يبلش بعمل محاسب. نعم. ممكن خريجة الثانوية النسوية تبلش بالخياطة مثلا. نعم. ممكن تقدر تبدأ بمهنة، ممكن تكمل دراستها. نعم. تكمل. نعم. دراسته كمان. نعم، إضافة إلى الشهادة. تمام. وأيضا الطالب الثانوية التجارية خلال دراسة ثانوية نقوم بتدريبه على عدد من التجهيزات، مثل عدات النقود والكاشير وكاشف التزوير وآلة تزوير الصوت، يعني بعض التجهيزات المتعلقة بالأعمال المحاسبية وأعمال السكرتارية في المكاتب التي يمكن أن يجدها في سوق العمل طبعًا عندما يخرج للعمل في سوق العمل. طبعاً هو كون يعني ما بيكون شايفة غريبة، بيكون توصيف آخذ فكرة عنها ومتدرب عليها أثناء توصيف المسألة. الطالب الثانوي هو عبارة عن ماسك دفاتر أو سكرتير. تمام. وبالتالي نحن ندربه على بعض التجهيزات التي تلزم في المكتب كسكرتير، المجال اللي ممكن انه يشتغل، او حتى المحاسب. تمام. وايضا طالب ثانوية تجارية او طالب الثانوي بشكل عام المهني يحصل على مكافأة شهرية، صحيح قليلة بس، ولكن كانت يوم اللي طلعت سابقا كانت مجزية وكانت تكفي للطالب. وبعد انهاء الثانوية يتم قبول 5% من عدد الناجحين في كل سنة من كل محافظة في كلية الاقتصاد. طبعا ويختار الجامعة التي يرغب، يعني مو إجباري مثلا ابن حماة بيدخل بحماة، ابن دمشق بدمشق، لا، في طبعا بنفرز على الجامعات التي يرغب. أيضا يحصل الطلاب الأوائل مو التي يرغب، حسب المحافظة ممكن يصير نقل بس في مرة ثانية، بس بيجوا على كذا محافظة، مفروض مو محافظة على كذا جامعة بنفس المحافظة كذا جامعة. تمام. إيه.
أيضا يحصل الطالبين الأوائل من كل محافظة على مكافأة مالية شهرية، طبعا 45,000 لمدة 6 سنوات، ما دام طبعا بدرس بالجامعة لمدة 6 سنين متفوقين. متفوقين. طبعا بالتسلسل بيدخل فيه التربية الدينية، يعني وفي التفوق حسب مع تمام علامة التربية الدينية، مع علامة التربية مع الدينية. التربية الدينية. نعم. تمام. وأيضا هناك عدة مزايا التعليم التجاري نذكرها طبعا بخلال الندوة هلا لاحقا. تمام، شكرا لك أهلا أستاذ أستاذ. عمار. أستاذ محمد، الآن باعتبارك مدير معهد تقني التجاري في ريف دمشق في التل، نعم نعلم أنه 3% الأوائل من خريجين المعهد التجاري من كل اختصاص، عندنا اختصاصين يعني محاسبة ومصارف وتأمين، صحيح بيدخلوا كمان جامعة تسجيل مباشر مثل 5% الأوائل على الثانوية المهنية التجارية. نعم شو دوركم كمعهد بتشجيع هدول الطلاب؟ نحن حنبدأ من الآخر، من دخول الجامعة والتخرج، بعدين بنرجع للتفاصيل المراحل الدراسية. تمام. شو دوركم كمعهد بتخريج هدول الأوائل، وقديش عم يأثر وجود هالأوائل على باقي الطلاب؟ بأنه نحن مهني مو معناتها سكرت قدامنا الطرق، لا، صحيح لسه الجامعة متاحة ولسه فينا نكمل، وبجوز دخول الجامعة من المعهد التجاري أو من الثانوي أسهل من أوفر دخوله حظا. من العلمي، صحيح باعتبار انه بضل العلامات اقل والدراسه بتضل اخف وطأة عليه من العلمي والادبي في حال ما كان بيحب يعني او ما كان ميوله علميه او ميوله ادبيه. تمام. تفضل. في البداية أكرر الترحيب مرة أخرى بكم أعزائي المشاهدين وطلابنا الغوالي في ندوتنا هذه، وأرحب بضيوفنا الأكارم، وأستهل كلامي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. نعم أنسي، في ضوء النسبة 3% التي تجيز للطلاب الأوائل دخول الجامعة وشروط القبول، مع أنها تعطي رقما ليس ضمن الآمال الكبيرة التي نأمل بها، نفضل ونرغب بزيادة هذه النسبة لتشمل عدد أكبر من الطلاب في القبول الجامعي. ثانيا، يتم في بداية كل عام إعطاء الطلاب فكرة كاملة عن مواد التدريس والدراسة لدينا في المعهد التقني التجاري، بشكل يعطيهم فكرة عامة عن هذه المواد بالتخصص وبالدراسة، والأهم أنها مواد متممة لمرحلة الدراسة الثانوية التي أكملها بعد الثانوية التجارية، وهي مواد سهلة وبسيطة ومتممة. بنفس الوقت يكون الطالب في مرحلة قد تجاوز بالفكر والوعي العقلي، مما يجعل مرحلة ثانوية، مما يجعل لديه القدرة الأكبر للدخول وللمنافسة وخلق جو من التنافس مع الطلاب الأقران له في هذه المرحلة. من هون حكيت نقطة مهمة أستاذ محمد، إنه كثير مهم هي نضوي لطلابنا عليها، إنه نحن بنكمل المناهج اللي أخذوها بالمرحلة الثانوية. طبعاً. هذا فرق المعهد التقني التجاري عن باقي المعاهد التجارية. صحيح. الباقي المعاهد التجارية تابعة للتعليم العالي، مثلا علوم مالية ومصرفية أو إحصائي، ببلشوا فيهم من الصفر باعتبار هن فيهم خريجين علمي وأدبي، أما المعهد التقني التجاري المناهج بتكمل بعد المرحلة الثانوي الثانوي. المهني التجاري، يعني هون صار نقدر نقول أخذ 5 سنين مواد تجارية تماماً. متتابعة. وهذا ما يجعله مبدعا في المرحلة اللاحقة سوسن، بالإضافة للحوافز المادية والمعنوية التي يحصل عليها. تمام. سواء كانت مكافآت مالية تشجيعية أو وقوف معنوي خاصة من قبل الإدارة والمدرسين التي تدفعه لمرحلة إتمام ما بعد المرحلة الثانوية. وهذا ما لاحظناه، أن قسم كبير من الطلاب الذين كانوا يعتبرون بمرحلة المراحل أنهم فشلوا، فشلوا دراسيا بالتحصيل العلمي، لكن ما لاحظناه أن الطالب بإرادة وبتحفيز وبوجود الدافع وبيئة عمل منافسة ومناسبة تمكن من تخطي مرحلة كبيرة ووصل لمرحلة الدراسة الجامعية، مع العلم أن هناك مفارقة كبيرة جدا، أن الطالب التجاري يستطيع أن يقطع شوط أكبر من الطالب العلمي حصل تحديدا في دخول فرع الاقتصاد. تمام. إضافة لذلك هناك طلاب كثر ولدينا أعداد ليس على سبيل الحصر استطاعت أن تدمج وتراعي مرحلتي الدراسة ومرحلة العمل، وأبدعوا في مجالي العمل والدراسة معا، وأمثلة كثيرة يمكن أن نذكر على سبيل الأمثلة، طلاب هاجروا من البلد حتى عملوا خارج القطر، ومنهم من يعمل مشاريع خاصة وورشات عمل، ومع ذلك أبدع في مجال الدراسة وحقق نتائج مبهرة. يمكن أستاذ محمد لأن مواد التجاري بتساعده بسوق العمل، يعني تماما وقت بياخذ إدارة بياخذ محاسبة، يعني هذا الشيء بدعم عمله أيضا بسوق العمل، مشان هيك بصير بكمل مثل بعده. ما تفضلتي أنت والأستاذ عمار، أنه في ربط واضح ما بين سوق العمل وبين المواد التي يدرسها الطالب، وخاصة أنه ماسك دفاتر، فأصبح بإمكانه تطبيق المهارات النظرية بالجانب العملي الذي لقيه في سوق العمل، الجانب الذي اختصر عليه، خاصة أنه تلقى دراسة 3 سنوات ولدينا 2 سنين، فأصبح مبدعا في هذا المجال، في أمور البيانات، في التبويب،
في المحاسبة حتى وصل إلى مرحلة الخبرة في هذا المجال. من جهة أخرى الكادر يلعب دورا كبيرا في هذا المجال بناحية التشجيع والتحفيز، ولاحظنا المعاملة الأبوية العالية من كادرنا وباقي الكوادر في المعاهد الأخرى مع الطالب، يتعامل معه كأخ أصغر أو كفريق واحد حتى يصل لمرحلة التعامل في حل مشاكله دراسيا، وحتى تصل لمرحلة حل المشاكل الشخصية. هذا كتير بيأثر على تحصيل. طبعا الروح المعنوية لدى الطالب عندما يصل لمرحلة الصداقة مع المدرس لديه في المعهد تعطيه أريحية. طبعا صداقة بحدود باعتباره مدرس طبعا نقدر نقول أبوية نوعا ما أو أخوية إلى حد ما. الأمر الذي شجع الكثير من الطلاب الذين كانوا ممتنعين عن رغبة الإكمال في الدراسة إلى دخول وبجدية أكبر ودرجة مصارحة أكثر، وصل لمرحلة التعاطي مع المدرس على أنه المثل الأعلى له في كل مجال. إضافة لذلك أن دراسة الثانوي أو دراسات السنوات السابقة التي شملت الثانوي مع دراسة السنتين للمعهد تمثل مرحلة إعداد لسوق العمل، وهذا ما لاحظناه بأكثر من طالب بصراحة شجعناهم لدخول سوق العمل، وكانت النتيجة الإثناء والثناء من قبل رب العمل أو الورش، واستدعى الأمر إلى طلب أشخاص أخر للتوظيف مع هذا الطالب. يعني أنتوا أستاذ محمد بتوقعوا الطالب، هلأ في طلاب ما بتعرف المجالات اللي قدامه. صحيح. يعني بكتير مجالات بالمهن مثلا نحن مو بناخذ على العلامة، يعني نعم. الطالب طلع له هذا الفرع بغض النظر تجاري أو أي مهنة ما بيعرف شو في قدامه مجالات. نعم. مشان هيك بيكون دائما في تخوف من التعليم المهني بشكل عام. يعني أنتوا بتعرفوا الطالب بالسنة أولى أنه في إلك 3% بتدخل جامعة، ممكن إذا ما دخل جامعة تكمل مفتوح، ممكن تدخل بسوق العمل تشتغل عدة مجالات، بنقول له شو هي هذا التوعية موجودة بسنة أولى للطالب. نعم أنسي، بشكل أتكلم عن تجربة شخصية، لدي لقاءات مباشرة ومكثفة مع طلاب السنة الأولى وطلاب السنة الثانية. من البداية أرحب بهم وأستقبل بهم أشد استقبال، والتوعية تبدأ من أول خطوة دخول المعهد على مع مرحلتين، مرحلة الدراسة بالسنة الأولى ومرحلة التخصص بالسنة الثانية، وأن هناك مواد مشتركة ما بين السنة الأولى والثانية، وما هي الخبرات التي سيكتسبها من السنة الأولى لدخوله في السنة الثانية. ولدينا تجارب فعالة عن طلاب استفادوا من هذه التجربة لدرجة التحفيز، فمنهم فمن تخطى مرحلة المعهد ودخل بكفاءته الجامعة ودرس والآن على مراحل تخرج، ومنهم من دخل إلى الافتراضي أو الدراسة الخاصة، أو منهم من أكمل في المفتوح، ومنهم من توقف عن دراسة المعهد وفتح مشروعا خاصا به. سنتحدث عن اختيار الاختصاص لكن بعد ما نسأل أستاذ عمار هذا السؤال. شكرا أستاذ محمد. الآن أستاذ عمار، قلنا نحن دائما طالبنا أوقات أو النظرة المجتمعية بحس بالغبن أنه دخل تعليم مهني بداية بصف العاشر، بحس أنه فايت إجباري أو غصب عنه على هذا الفرع في حال كانت الاختيار حسب العلامة. شو دوركم كموجهين اختصاصيين وتوجهوا المدرسين أو الطلاب بس يدولوا بشكل صريح وواضح للطالب اللي داخل تعليم تجاري بالعاشر أنه شو في قدامك ابني مجالات، بجوز إذا اطلع على هالمجالات يلاقيها مناسبة لرغباته يلاقيها مناسبة لمستقبله. شو دوركم بهذا الموضوع؟ طبعا احنا أنسي سوسن عند دخول الطالب أول شيء يجب على أولياء الأمور وعلى الطلاب عند اختيار الفرع يجب أن يستفسروا عن الفرع، عن ماهية الفرع، عن طبيعة دراسته، عن كذا. أنا بتذكر أحد السنوات إجوا أولياء أمر طالب يسحبوه من التجاري ينقلوه على الصناعي، قال إنه أساس التجاري هي فيها فيزياء وكيمياء. يعني هنا الأولياء الأمور والطلاب تماماً هنا فاكرين فيها فيزياء وكيمياء. طبعاً حتى التعليم التجاري ما فيه لا فيزياء ولا كيمياء، في رياضيات بسيطة زائد رياضيات مالية ومبادئ محاسبية، هي علم جديد كتير حلو. طبعا احنا كموجهين اختصاصيين دائما منوجه، ومن مهامنا في بداية كل عام طبعا نقوم بجولات ميدانية إلى المدارس، وهنا طبعا تتحكم فيها الجولات من مديريات التربية، نقوم بجولات إلى المدارس وفي الأغلب المدارس القريبة الصراحة. يعني في بعض مدارس بعيدة متأخر شوي حتى نوصل لها، ممكن بعد شهر أو كذا، بس ممكن توصل التوجيهات عن طريق المدرسين وعن طريق حتى عن طريق المدراء عن طريق المدراء. هن المدراء هن موجهين اختصاصيين في ثانوياتهم أكيد. يعني نحن نقوم بجولات ميدانية إلى الثانويات، ونقوم بعملية توعية وإرشاد وتوضيح ماهية التعليم التجاري وما هي أفق التعليم التجاري ومستقبل التعليم التجاري، ونضع أمام الطلاب بعض التجارب وقصص النجاح الخاصة بالمحافظة. تمام. يعني عند وقت بتذكر اسم طالب بالمحافظة بيعرفوا عن مين عم تحكي أغلب اللي بيعرفوه، خاصة المحافظات الصغيرة. صحيح. يعني وقت بنذكر يعني مثلا أنا ما رح سمي على الشاشة أسماء طلاب،
ولكن كنا على اساس في طالبه راح تشاركنا بتجربتها، ولكن للاسف عندها تعزيه من عزيه على التربويه السوريه البقيه بحياتها، اخرتها متوفيه. طبعا طالبه دخلت عندنا من الصف العاشر وبحبثت رساله على الواتس، قال يا استاذ انا كنت كثير حابب اشارك على التربيه ولكن بعتذر بسبب الوفاه، دخلت كليه اقتصاد وحصلت على الدرجه الاولى في الاربع سنوات، هو هلا حاليا معينه معيده في مديريه في جامعه حماه. ممتاز، يعني هي دخلت كليه الاقتصاد مع طلاب العلمي وتفوقت عليهم ونافستهم وطلعت الاولى وهلا معيده في نفس الكليه. هي قصه نجاح تماما. عندنا قصص نجاح كثير كبيره. طبعا احنا السبب هو تكاتف الجميع. طبعا هي طلعت من مدرسه، المدرسه اللي هي فيها كمان متكاتفين المدرسين مع الاداره مع مديريه التربيه مع المجتمع المحلي، يعني كان في تشاركيه كامله من كل الجهات بشرح مثل ما حكينا. وحتى الحين كان في تعرفي على السوسن كان في مذكره تفاهم مع غرفه تجاره حما، وما قصرت بهي المدرسه، كرمت المتفوقين اكثر من مره غرفه تجاره حما. وهلا حاليا احنا في عندنا مذكره تفاهم سوف يتم تفعيلها طبعا بمعيتك ومديريه التربيه ووزاره التربيه ايضا. غرف التجارة تقوم أيضا بحملات توعية وإرشاد لطلاب الثانويات التجارية، والسوق التجاري أيضا تم التوجه إلى طلاب إلى خريجي ثانوية تجارية لأنهم هم الأكفاء بموضوع إدخال البيانات أكثر من الطالب الشاب اللي بيكون معه تعليم أساسي وتعلم مدخل البيانات. لا، نحن وقت بيكون واحد خريج يحمل ثانوية تجارية أقلها، يعني أقلها ثانوية تجارية، فنحن طالبنا المعهد التجاري هو متقن للبرامج المحاسبية، وبالتالي هو مدخل البيان زائد محاسب متقن للحاسوب باعتبار كمان في مواد تماما بس حاسوبية. الثانوية التجارية طبعا هي ما فيها برامج لمرحلة الثانوية، هي بمرحلة المعهد التجاري، ولكن الطالب اللي بيكون دارس اساسيات محاسبه واحد واساسيات محاسبه اثنين اللي هي ماده التسويات الجرديه يكون مدخل بيانات زائد محاسب متقن للبرامج المحاسبيه. تمام، شكرا استاذ عمار. الان معنا اتصال، معنا اريج. اهلين اريج. الو، اهلين اريج، تفضلي. انا اريج بنت طالبه متخرجه من المعهد التقني التجاري بالتل. اهلا وسهلا فيك يا اريج، انت طالبه متخرجه من معهد التقني التجاري بالتل. تماما. اهلا وسهلا. انا معهد سنه 2019 2020 خرجت سنه 2021 2022. حلو، تمام، يعني قعدتي سنتين فقط ما قصرتي. حلو، تمام. شو رايك بالدراسه بالمعهد التقني التجاري بشكل عام؟ والله كانت من فتره دراستي من احسن الفترات اللي انا درستها، كانت حلو. سنتين صح، بس الاساتذه والانسات والاستاذ المدير محمد بدر يعني لهم فضل علينا كثير كبير، ونحن ما تعاملنا معاملة هاي واجبنا يا أنسي أريج. كنا نتعامل معاملة الأبناء بالمعنى الحرفي، يعني كانوا آباء لإلنا وأنا ما بنسالهم فضلهم أبدا. حلو. أنا هلا ذاتي الأولى خرجت معدل 93.8. حلو، طلعتي الأولى على المعهد. تمام. إيه، وهلا طالبة بكلية دمشق، جامعة دمشق كلية الاقتصاد سنة ثانية. هلا سنة ثانية بكلية الاقتصاد ومن سنتين تخرجتي من معهد التل وطلعتي الأولى. حلو يا أريج، إن شاء الله ألف مبروك عقبال ما تتخرجي من كلية الاقتصاد وكمان تطلعي الأولى. كيف لقيتي المواد يا أريج؟ المواد بالمعهد وقت دخلتي كلية الاقتصاد، كيف لقيتيهم؟ إن شاء الله ساعدوكي، لقيتيهم دعتوك؟ والله كان صاحب الأساتذة والمدير له الفضل الأكبر علينا، كانوا كثير متعاونين. حلو. يعني أي سؤال بدنا إياه موجودين معنا الليل ونهار. يعني كادر المعهد كان متعاون معك لحتى اي سؤال بدكم اياه. اي تمام. يعني هلا اي سنه معهد؟ انا كوني حدا عندي ظروف بفضلهم وقلت لهم، والاستاذ يعني حط كل جهوده ليساوينا. تمام. المعهد حتى درجه كثير كبيره. معناتها بنشكر مدير المعهد والكادر التدريسي لانه دعموكم، هذا الدعم وكل معاهدنا اللي فيها دعم لكل طلابنا. اه والله عمل كل شيء بيطلع بإيده لساوي المعهد. طيب سؤال يا أريج، المستوى العلمي وقت دخلتي كلية الاقتصاد أنت سنة أولى وأنت متخرجة من معهد التقني التجاري اللي هو 5 سنين عم تاخدي مواد تجارية، أنا هي بدي أفهمها. وقت دخلتي كلية الاقتصاد سنة أولى وكان معك طلاب علمي، كيف لقيتي مستواك العلمي بينك وبينهم؟ هلا أنا تأسست بشكل كثير كبير بالمعهد، يعني أنا هلا في مواد أخذتها بالمعهد عم تنعاد سنة ثانية. حلو. فما بقى صعوبة كبيرة. تمام. شغلات بسيطة اللي عم أسس حالي فيها، هلا أنا بحس حالي ماشية تمام.
ما بيضطروا يسألوك زملائك من العلمي باعتبارك أخذ محاسب وهن جدد على المحاسبة، ما بيضطروا يسألوك أحيانا أسئلة أو يستفهموا عن شيء هن كان مو واضح بالنسبة لهم باعتبارهم دارسين علمي؟ بلا، وبقدر كل شيء بيطلع بإيدي بتساعدهم فيه. تمام، يعني عم تقدري انت تحسي حالك مو بس مثل اقرانك، بجوز شوي احسن منهم باعتبار اخذ مواد تجاري. بتحس حالها انسه. تمام، بس تعقيبا انسي سوسن اريج، يعطيك العافيه. يعافي قلبك استاذ، انا من كل قلبي مسرور جدا لاتصالك، مو لانه من شان الشكر، نحن هذا الواجب بنتي، لكن عندك تجربه انت كثير كثير عظيمه كثير رائعه، انت مطلب لتتميزوا عنا، وبنفس الوقت رح اعلن على الفضائي انه حضرتك كمان تشتغلي دوام ثاني مع دراستك الجامعيه. حلو، تمام. وهي كانت منحه اخذتيها انت من جامعه الشام الخاص، بفضلك استاذ، مع انه عندها تجربه حاله استشهاد لاريج بالبول، يعني انسان من ثلاث نواحي مميز. تمام، حلو اريج، يعني انت عندك يعني عمل بعد الظهر. تمام. بالاضافه لدراستك. تمام، وكيفك بهالعمل؟ ناجحه فيه ومبسوطه مرتاحه؟ الحمد لله كثير رواق وكثير مرتاحه. كيف عم توفقي بين دراستك كيف عم توفقي يا اريج بين دراستك وبين العمل؟ والله هنا كمان بشغلي متعاونين معي، أمس ما بكون عندي امتحان بيعطوني إجازة، يعني كله تمام. وما دام عم تأدي واجبك وعم يعني المطلوب منك بالعمل عم تأدي، عم يكون في شوي تساهل معهم معك وقت بحال عندك امتحان او عندك ضغط بالجامعة، هو اصلا الجامعة ما فيها دوام كثير ومواد انت اغلبها بتعرفيها. ما في دوام، فانا اخذ فكرة عن المواد هي السنة والحمد لله عم تطلع كثير كثير حلو. شكرا لك يا اريج وموفقة، وان شاء الله بنشوفك مو بس اولى على شكرا لك وان شاء الله بنشوفك الاولى على كلية الاقتصاد كمان. اهلا وسهلا، موفقه يا اريج، وان شاء الله كل الشكر لك ولرفقاتك جميعا. هلا حبيبي، موفقه يا بنتي. اهلا وسهلا فيك سوسن. بس في تعقيب صغير بعد اذنك، هلا الطلاب الخريجين المعهد التجاري بيدخلوا سنه ثانيه مع كليه اقتصاد، سنه ثانيه ومن سنه اولى وبيصيروا المواد، بيدخلوا سنه ثانيه بيشيلوا المواد، يعني هلا هي اريج داخل سنه ثانيه. تمام، هلا نحن كمان هاي ميزه من مزايا، بيختصروا السنتين بسنه اولى، يعني هلا عمليا هو بيكون الطالب حصل على شهاده معهد تقني تجاري ودخل سنه ثانيه اقتصاد، يعني عمليا بيكون بست سنوات حصل على شهادتين، تمام، شهاده معهد تقني تجاري وشهاده كليه اقتصاد. صحيح. وهلا عم نلاحظ في بعض امثله من حياه العمليه بالطلاب المتخرجين من مثل الأريش مثلا، اخذين اوائل وداخلين جامعه ومعهم صار شهادتين، تمام. اغلب الاحيان عم يتوظفوا. صح. اول شيء على شهاده المعهد. نعم. يعني مزبوط. هو مرغوب بسوق العمل. نعم. كلنا بنعرف. نعم. دائما الشريط الاخباري بالفضائيه. نعم. السوريه انه مطلوب خريج معهد تقني اللي اسمه مصرفي سابقا الان تجاري. نعم. مطلوب بسوق العمل اكثر، ممكن يعدل بعدين من وضعه. نحن مع التحصيل العلمي كلمة بس كلمة يعني التقني لوحدها يعني هي معناته هذا الطالب متدرب على تجهيزات بشكل اكاديمي، تمام، يعني لا. التقني معناته هذا متدرب على التجهيزات العملية. نعم. تمام، على الناحيه العمليه تطبيقا تماما، في تجهيزات ويطبق عليها عملي، والاصل هو طبعا كل محافظه على تجربته والى خصوصيته والى كذا، يعني في طلاب في بعض مدراء معاهد نشيطين بيساووا بيقوموا بزيارات ميدانيه لمصارف لشركات على كذا الى اخره، هذا الموضوع طبعا بيزيد من كفاءة الطالب بسوق العمل. تمام، شكرا استاذ عمار. الان معنا اتصال. الو الو، مين معنا من ريف دمشق؟ الو، كانه انقطع الاتصال، انقطع، يلا بتعاود مره ثانيه بتحاول. بنرجع لكم استاذ عمار. نعم. الان بنعرف نحن ان كنا عم نقول انه طالب المرحلة الثانوية بالعاشر بيكون لسه مو كتير متشجع ومو كتير رغبان، شو بنقدر نقول لهم لهدول الطلاب أو شو بنقدر نشجعهم؟ نعم، طبعا نحن مثل ما حكينا نحن بعد مرحلة التعليم الأساسي عن المفرق طرق بكل ما تعنيه الكلمة، ونحن بالنسبة لنا قاعدين على المنبر منبر علمي وأبوي وبكل ما تعنيه الكلمة، ومن واجبنا نبين حقيقة لطالبنا. طبعا امام مفرق في امامه اما على الثانويه العامه واما الثانويات المهنيه، وطبعا في عندنا ثانويات تابعه لبعض الوزارات. نحن هنا معنيين بالتوضيح للطلاب تماماً. لكل المجالات المتاحه، طبعا في ثانويات تابعه لوزاره الزراعه، في تابعه لوزاره الاسكان والتعمير، في الى اخره. نحن معنيين بالثانويات تابعه لوزاره التربيه اللي هي شقين، الثانويه العامه والثانويه المهنيه. الثانويه المهنيه طبعا عندنا عده اختصاصات، منها طبعا الصناعي والنسوي
وطبعا خياطة الملابس والتجاري. إذا لدينا عدة ثلاثة فروع في التعليم، فروع رئيسي الصناعي وتضم عدة اختصاصات مهنية. نعم. والنسوي تضم اختصاصين. نعم. خياطة ملابس وحلاقة وتجميل. نعم. والتجاري وهو اختصاص واحد يتفرع في المعهد. نعم. في السنة الثانية الاختصاص. نعم. نعم. طبعا نحن بالتعليم التجاري طبعا ننصح دائما بدخول التعليم التجاري، لأن التعليم التجاري إضافة إلى أنه مهني، هو يقوم على بناء شخصية الطالب المتزن المتوازن الذي يملك المرتكزات المعرفية زائد الشخصية المتوازنة الذي يكون مستقبلا قادر على أن يمتلك المبادرة، وأيضا أن يكون صاحب مغامرة مدروسة، ويكون صاحب قرار. وطبعا من ضمن مناهجنا مناهج كتب تعني بالريادة، هي طبعا بالمعهد التقني التجاري. نعم. تسقل شخصية الطالب. تسقل شخصية الطالب طبعا، كيف يكون الشخص رائدا في مجتمعه، كيف يكون رائدا في السوق، كيف يكون رائد في منزله إلى آخره. طبعا هي تعني ببناء الشخصية المتوازنة للطالب. هي ميزة من ميزات. طبعا ميزة من المزايا، وهي أفضل المزايا. صحيح. طبعا حكينا بنحكيها دائما تحت الهواء وبحياتنا العامة، إذا كان الشخص غير قادر ليسوق لنفسه حتى لو امتلك أكبر الشهادات، لا. فهو غير قادر أن يدخل في سوق العمل. شكرا. نعم. أستاذ عمار. الآن أستاذ محمد. نعم. في أسئلة كثير بتورد من طلابنا مستغربة أنا، بيسألوا هل المعهد التجاري معترف عليه؟ أنا هي حابة نوه عليها بالندوة، يعني بستغرب أنا منين جايب المجتمع أو منين جايبين طلاب هالإشاعة هي. نعم. شو بتجاوبهم لهدول الطلاب يلي اخذين هالفكره الغلط انه نحن عن جد معترف عليه، عن جد المعهد الفلاني هو المعترف عليه الباقي لا؟ شو بنجاوبه؟ للاسف انسي سوسان، مثل ما تفضلتي بالعرض، فعلا هي حاله عايشناها السنه الماضيه واللي قبلها. يجي نموذج من الطلاب كانه محبط او عايش حاله من الياس. فميزنا ثلاث نماذج للطلاب. طالب جاي مكسور الخاطر، لم يسمح له التحصيل العلمي ببلوغ اكثر من هذا المعهد، مجبر على التسجيل فيه لانه ما عنده خيار ثاني. مفكر كمان انه هو يعني شيء مو اخر مطاف في اخر مطاف وما في افق، ما في افق لقدام. النموذج الثاني بيجي بيلاقي جو جديد، علاقات جديد، نشاطات جديده، فبيعجبه الجو بينخرط فيه. النموذج الثالث لا، مثل النموذج اللي مر علينا من شوي خريج وامثاله، انا وين رايحه. نعم، بيحدد بدقه الهدف ويسعى الى الوصول اليه، وهو دراسه المعهد والحصول على تفوق ثم الدخول الى مرحله الجامعه وما بعد الجامعه. بنعرف التفوق بده دراسه، بده تركيز من السنه الاولى عشان يقدر يجيب علامات ويجمع ويقدر يطلع الاول. فبعد لقاءات متكرره انسي سوسه مع طلابنا السنه الاولى وشافوا تجربه الطلاب السنه الثانيه، يعني ما رح نحكي عن تجارب انه قلبت القاعده عندهم. انا طلب مني من اكثر مؤسسه خاصه واخرتها من بيت الخجر لو سكرتها، حوالي 18 اسم للتوظيف. تمام. ومن اختصاص المعهد التقني المصرفي التجاري. بدون ذكر اسماء، يعني ممكن سوق العمل يلجأ لمدير معهد ويطلب منه طلاب وخاصة انه لما تنخرطوا بسوق العمل وشاف شغلهم بورشات خاصة بورش قريبة منه، تفاجأ بإمكانية الخبرة والديناميكية اللي بيشتغل فيها الطالب، بدقة التفصيل، بدقة البيانات، بدقة المخرجات، بدقة الأرقام اللي بيطلعها. يعني نقدر نقول في نظرة مجتمعية مقابلة كمان. نعم. للأسف سيئة. صح. لخريج المهني. تمام. مو بس في نظرة مجتمعية من الطلاب للتعليم المهني. تمام. كمان لما بيجرب طالب المهني رح يتفاجأ بأنه عنده إمكانيات، كمان هو ما عنده فكرة أنه طالب المهني عنده هالمهارات. صح. هي ولذلك أنسي هذا الرافد الأول اللي بيجين بالسنة الأولى واللي هي مدخلات المعهد لتصير مخرجات في مرحلة لاحقة، ينقصها فقط التحفيز والتوعية. تمام. لكن الصورة تنتقل للأهل، وأنا فعلاً عينت أكثر من حالة، بنتين أو أكثر، حتى في أسرة كاملة أولادها الأربعة صاروا هلا مسجلين بالمعهد التقني التجاري بناء على القناعات اللي مشت عليها البنت الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يعني بغض النظر عن الأمثلة اللي كتير أغنت الفكرة، بنقدر نقول المعهد التقني التجاري معهد معترف عليه من وزارة التربية ومن المجلس الأعلى التقني للمعاهد. صحيح. يعني المجلس الأعلى التقني للمعاهد هو المظلة الكبيرة التي تشمل جميع المعاهد التابعة لوزارة التربية أو لوزارات أخرى. يعني هو ما بنقول افضل كل المعاهد خير وبركه، بس كمان له تبعيتين، تبعيه للمجلس الاعلى بالتعليم العالي وتبعيه لوزاره التربيه. يعني هالاشاعات هي اللي بتطلع هي غير صحيحه نهائيا. لا، عباره عن بعد، وهي نتيجه بعد الشخص عن التجربه، بدليل ان في تدريب صيفي، فنحن بنبعث الطلاب للتدريب لمده شهر او شهرين حسب المده الزمنيه اللي بقضيها. انا طلب مني من جهات حكوميه صراحه انه يبقى الطالب هذا كمتدرب لمؤازرة الفريق العامل لديه. حسوا انه اضاف شيء. نعم، اضاف قيمة مضافة،
اغنى المكان وبنفس الوقت اشتغل بجديه. تمام. وهذا بتضيف شيء استاذ عمار؟ بس اسمحي لي، انا بدي اغير صيغه السؤال. تفضل. يعني هلا الطالب عم يسال انه هذا المعهد معترف فيه، طبعا اكيد هذا معترف، هذا المعهد معترف فيه، بس ولكن هل الطالب الخريج معترف عليه ولا غير معترف عليه؟ الطالب نفسه. تمام. حلو. يعني هلا انا قبل شوي حكيت انه انا اذا ماني قادر اسوق لنفسي، طبعا احنا اذا ما كان بيدخل لعنا على المعهد فرضا 300 طالب بالسنه، بيتخرج 120 حسب، طبعا كل سنه بيختلف عدد الخريجين. هال 120 واحد تخرجوا، هذول حكما صاروا مدخلات لسوق العمل. صحيح. طبعا منهم بيسافر، منهم بيروح على العسكريه، منهم بيدخل بسوق العمل الفعلي. يا هل ترى من اصل 80 طالب بيشتغل 20، هذول 20 شو ميزهم عن من بين 80 رفقاتهم؟ هذول بيملكوا مرتكزات معرفيه وشخصيه متوازنة ومصقولة من جميع، تماما. وبالتالي هذا احنا السوق اعترف على هذا الشخص، ما اعترف على الشخص الثاني. وبالتالي هذا بأي مجال استاذ عمار، يعني اي حدا بيشتغل على حاله راح يعترف. تماما. احنا وقت الطالب بيجي بيسال هي شهاده معترف عليها، احنا عم نعطيك شهاده مصدقه من وزاره حكوميه او وزارتين الى اخره، يعني شهاده معترف عليها، ولكن انت معترف عليك ام لا؟ هو اللي بيقادر اما يكون معترف عليه او غير معترف قادر عليه. تثبت نفسك بسوق العمل او لا. صح. تمام. الان معنا اتصال، معنا عبد الرحمن. الو. اهلين عبد الرحمن، يسعد اوقاتكم يا رب. اهلا وسهلا، يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتك يا عبد. مع عبد الرحمن سكة من عربين بدمشق. اهلين عبد الرحمن، انت طالب تجاري؟ اي نعم. خريج المعهد التجاري سنة ثانية. خريج هي السنة، يعني السنة تخرجت؟ تمام. هاي السنة. اي حلو. تمام. كيف كان معدلك او ترتيبك يا عبد الرحمن؟ هلا ترتيبي الاولي على المعهد قسم المصارف. برافو. تمام. المعدل 90. حلو. ان شاء الله الف مبروك. مبروك. نتيجة عن جد هيك بتفرفح القلب. ان شاء الله الف مبروك. هلا انت معناتها بالجامعة؟ لا لسه ما صارت، بس خبروني اني طلعت الاولي. يعني عفوا، يعني انت هلا لسه ما دخلت جامعة، بس بدك تطلع على الجامعة ان شاء الله. تسجيل مباشر باذن الله. تمام. برافو. تمام. انت بقسم المصارف، كيف اخترت قسم المصارف يا عبد الرحمن؟ اسمه اتصلت فينا رح نسالك. هلا كنا بدنا نسال الاستاذ محمد بعد شوي هذا السؤال. في عنا اختصاصين بالمعهد، مصارف ومحاسبه، مصارف وتامين ومحاسبه. كيف اخترت قسم المصارف؟ هلا انا قسم المصارف سالت عليه الكادر التدريسي وسالت الطلاب اللي قبل منهم انه كيف مواده وكيف اللي انا اخترت قسم المصارف مشان يكون اخف منافسه عن يعني المحاسبه. تمام. والقسم المصاري في كله نظري، عاد انا كان يعني عندي قدره انه على الحفظ والنظري. يعني اللي اسالك، ما في مواد محاسبيه يا عبد الرحمن؟ ما في محاسبه مصرفيه؟ بلى في محاسبه مصرفيه. ايه اللي شو هي مواد المحاسبه اذا متذكرها بقسم المصارف؟ على قسم المصرفي بالفصل الاول كان المحاسبه المصرفيه. تمام. وفي المشروعات، مال المشروعات، إدارة المشروعات الصغيرة المتوسطة، هي بالسنة الأولى. هي بالسنة الأولى. تمام. في تنمية الموارد البشرية، في رياضيات تأمين. رياضيات التأمين. تمام. وفي إدارة المالية، والله نسيانن شوي. هدول المواد ما هي كلها نظرية يا عبد الرحمن، بجوز أنت حبيت هذا الفرق. هو ميال إلى الشق النظري أكثر. بس بجوز إيه، فيها مواد نظرية وفيها مواد عملية، يعني نحن بس بجوز العملي تبعها أقل شوي من اختصاص المحاسبة. إيه أقل، بس سلس والنظري كمان تبعها سلس. تمام. شو بتحكي لنا عن هالاختصاص أو عن التجاري بشكل عام للطلاب اللي لسه هلا بدهم يقبلوا على مرحلة التعليم المهني بالثانوي؟ أنت أكيد دخلت من الثانوي تعليم تجاري وهلا كملت معهد وطلعت أولي وحتدخل كلية إن شاء الله. شو بتقول للطلاب اللي هلا تاسع على مفترق طرق، شو بتنصحهم؟ هلا بالنسبة للخريجين اللي طالعين هلا من الثانوية بكالوريا مثلا، معدلاتهم من تحت 80 وبدهم يطلعوا، يعني ما طلع لهم شيء، ويتوجهوا على المعهد التقني التجاري. تمام. شو بتقول لهم؟ هلا بقول لهم انه والله يختار يعني التعليم التجاري. ليش؟ لانه في كثير مجالات بالاسواق، يعني له عده مجالات وفي كثير اختصاصات، يعني وفي كمان بالاسواق كثير مطلوب، يعني محاسبين واداريين ومندوبين مبيعات كثير منتشر هلا. اذا هو اختصاص مطلوب من سوق العمل باعتبار مطلوب. كل عمل مهما كان بحاجه لمحاسب، مسوق، علاقات عامه، مدخل بيانات، هي بكل الاعمال بحاجه. حتى المحلات الصغيره، يعني على مستوى السوبر ماركت بجوز بده يكون امين صندوق او على الباركود، هذول بيكون عندهم مدخل بيانات، يعني حتى على مستوى السوبر ماركت. عفوا، فينا نسمي يا عبد اختصاص المصارف والتامين هو اختصاص الطالب المنفتح للعلاقات مع الغير. تمام. هلا يعني التواصل مع المجتمع الخارجي.
غير غير خريج المحاسب اللي بيكون مع لغة الأرقام. خريج المحاسب يمكن بيحب العمل المكتبي نعم. أكثر، ما اللغة بيحب التواصل المكتبي والأرقام كتير. والحساب خريج المصارف والتأمين إجباري بده يتواصل مع زبائن مع نعم. عالم خاصة إذا كان بمصر. ايه تمام، بده يتواصل مع بده يكون ملم على كل المعلومات هذول، بده يكون يعني عنده كل شيء معلومات، عنده برامج وعنده كل شيء، ان كان محاسب ان كان مصارف، لانه هو صحيح. خريج تجاري لازم يكون عنده يعني معلومات عن كل عن التجاره كلها يعني. تمام، يعني انت بتنصح الطلاب هلا اللي متخرجين من الثانويه التجاريه انه معهد التقان التجاري حلو له مستقبل وفي أيوة مجالات عمل كثير. اي أيوة والله له، ولا كمان في كمان الكوادر التدريسيه اللي فيه كثير كانوا محترمين معنا. تمام، والاستاذ محمد الله يجيد الله يعني يجبر بخاطره يا رب، هيك كم يعني وقف معنا وقفه مو طبيعيه الحمد لله. تمام، هيك الطالب قديش بيأثر فيه وقفة نعم. مديره ووقفة مدرسينه معه. أنت هذا الواجب شكرا. لأنه الروح الأبوية وال بتعطي حافز مع الطالب، تعطيه نفس عميق وتعطيه حافز لقدام. تمام، شو بتحب تقول آخر شيء عبد الرحمن؟ بتشكر الكادر التدريسي كلياتهم من كلياتهم أنسات وأساتذة، وبتشكر الأستاذ محمد وربي يجبر بخاطره ويسعده يا رب. شكرا الموصول إليك حبيبي. شكرا عبد، ويعطيك الف عافيه، ان شاء الله لمزيد من التقدم والتميز باذن الله تعالى. شكرا لك عبد الرحمن ولتواصلك معنا، ونتمنى لك مستقبل مشرق. بنشوفك ان شاء الله مثل ما طلعت الاولي على الثانويه التجاريه، رح يكون سهل عليك تطلع الاولي على الكليه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق عبد الرحمن. يعني في تنويه لنقطه سوسلو بدقائق، في بعض الطلاب انا في المعهد هن ركائز واركان، فيك تعتمدي عليها باي عمل. عبد كان من الاشخاص هي، تمام، بحيث انه كلفته باي عمل قادر يجيده باتقان، بالإضافة لأسماء لا داعي لذكرها الآن. هلأ بيكونوا حاسين هدول الطلاب أكيد نعم. يعني والشكر للكادر وللمدير لذلك أستاذ محمد أنه هالمعهد مثل بيتهم الثاني. نعم. تمام، لو مو حاسين هذا الشعور ما بيتجاوبوا بهالطريقة، ولا شو أستاذ عمار؟ نعم. نعم. باعتبارك كمان موجه ومشرف على معاهد بال... يعني عفوا في دعاء بأنسي سوسن، عفوا منك أستاذ عمار، أنه كنا سابقا في مرحلة الدراسة الإعدادي أو الثانوي أو بالجامعة إذا غاب المحاضر ننبسط أحيانا. ليش؟ لأنه في حصة فراغ. انا بنسال باليوم عن الاستاذ الفلاني او الاستاذ الفلاني، ليش ما اجى؟ ليش تاخر استاذ؟ طالب يا ابني ممكن يتاخر شوي، هاي الحاله ما كنا يعني نشوفها. بالعكس يعني بالعكس. هلا عم صار يتابع، صار يسال ليش تاخر، ليش من محبته لمحاضرته لتواصله مع هذا الشخص للروح الخلقه. واكيد المدرس. حاسس في فائده كمان. تماما، لو ما حاسس في فائده من هالمدرس او المدرسه انه هو عم يحضر ويستمتع وياخذ فائده بنفس الوقت، اي نقطة. معلومه بتنعطى بدون متعه او بدون محبه بجوز شوي تكون ما توصل صح. مزبوط. اما تنعطى المعلومه بمحبه وبمتعه وبحرفيه، اكيد في حرفيه بالعطاء. طه. في معلومة استفادت، أنا قاعد عم بحضر بس عم بستفيد. صح. بنفس الوقت حاسس إنه هالمدرس أو المدرسة عم يعطوني بمحبة هاي المادة. تمام. رح يكون هي عن جد نقطة حلوة، إنه بدل ما يفرحوا إنه أستاذ غاب رح ينزعجوا إنه غاب أستاذ. تمام. هي حلوة. تمام. تمام. حتى توصل لمرحلة أنسي التواصل هواتف، اتصال هاتفي مع الشخص. تمام. خير أستاذ ليش متأخر أو كذا. تفضل أستاذ عمار، شو كنت بدك تقول؟ طبعاً مشكور أستاذ محمد وعن استوصل حضرتك. طبعاً أكيد الشعور بالانتماء. نعم. هو أكبر شعور محفز. للنجاح. تمام. أكبر محفز للنجاح طبعاً، والواضح من الطلاب اللي اتصلوا أنه طبعاً هم أشخاص حاسين بروح الانتماء للمعهد، أنه هذا فعلاً هو بيتنا. وطبعاً واللي ملاحظين إحنا أغلب طلابنا وقت اللي حقيقةً بيحطوا أمامهم هدف واضح، أنه أنا دخلت كلية اقتصاد أنا بدي كفي الدراسة الأكاديمية. طبعاً أنا بشجع كل طلابنا اللي دخلوا كلية اقتصاد كان من مخرجات الثانوية ولا من مخرجات المعهد يكفوا الدكتوراه. وعن تجاربه طبعاً أنا طبعاً حكيت هاي من فترة، دخلت على البنك الإسلامي وإذ الطابق الإداري كله من طلابنا. نعم. كله من طلابنا. طبعاً أنا من كم يوم هلا في طالب أكيد عم يشاهدنا طبعاً. نعم. هلا راح يخلص الدكتوراه. شراء. بالمصارف شراء. الإسلامية. طبعا طلابنا اغلب قادرين يتابعوا الدراسه الاكاديميه حتى الحصول على رساله الدكتوراه عشان الدكتوراه. طبعا مثل ما حكينا هي الاهم من وضع الهدف وطريقه التنظيم. طبعا نحن بالاداره عن الذهاب اليه باصرار. تماما. وقت حتى الطالب يعني الوقت اللي عم يكون طالب تعليم الاساسي وهي احد النظرات السوداويه المجتمعيه، لما بيدخل بينظر لطالب التعليم المهني هو طالب درجة ثانية. لا، نعم. هو مو طالب درجة ثانية، هو أكيد. طالب درجة أولى في الحقيقة. صح. ولكن لم تسمح له الظروف في التعليم الأساسي. تماما يكون الله رضيان عليه أصلا. أيضا هناك طبعا في فقدان لعنصر التنظيم بالدراسة بالتعليم الأساسي. قد يكون شخص حالف الحظ وعكي دراسي التقى حدا ظل طريقة الدراسة تبعه حسن يوصل ل
هدف، والبعض لم يتسنى له الحظ انه حدا ينظم دراسه ودخل المهني بغض النظر عن اي فرق، والتقى بمرحله التعليم الثانوي القدوه. قد يكون مدرس قدوه بكل ما تعنيه الكلمه، قدوه صح، ممكن يحب الفرع من تماما وينظم دراسته ويكون طالب متفوق. طبعا مثل ما حكينا احنا على شاشه هلا في طلاب كثير شايفيننا وعم يحكوا، طبعا اغلبنا كنا مدرسين بالصف وفي لنا تاثيرنا وقلنا. طبعا اهم شيء هو المدرس القدوه الذي يبين للطالب الهدف وكيفيه الوصول الى الهدف. تمام، شكرا استاذ عمار. معنا اتصال، ما بعرف اذا لسه معنا. معنا علي. الو، اهلين يا علي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. تفضل يا علي، انت طالب تجاري؟ ايه طالب معهد تقني تجاري. بالتل. ايه اهلا وسهلا فيك. اي سنه يا علي؟ سنه ثانيه اختصاص مصارف. تمام، يعني هلا انت سنه ثانيه. لا ايه هلا سنه ثانيه، بقي لي مادتين ثلاثه بتخرج ان شاء الله. طيب شو بتحكي لنا عن التعليم التجاري يا علي؟ شو شايف له ميزات؟ شو حابب تنصح الطلاب اللي بدهم يدخلوا هذا الفرع؟ هلا هذا الفرع كثير حلو، بيفتحك لمجالات كثير كبيره، منها تسويق على الانترنت، في عندك المحاسبات، في عندك كثير شغلات بتخليك وبتهيئك لدخولك لفرص العمل، يعني لتفوتي على الشغل دغري. تمام، طب انت حبيت هذا الفرع؟ هلا حلو هو، بس نحن ما كان في الامكانيات اللازمه اول شيء، يعني نحن اول ما فتنا كنا على ايام الانسه، اسمها انسه هنادي. بغض النظر، يعني دخلت على المعهد من فتره طويله شوي. لكن تفضل. وقت فات الاستاذ محمد تطور المعهد، يعني صار في تقدم تطور كثير كثير كبير، والفضل والشكر له والله للكادر التدريسي كله بشكل عام. نحن اكيد بنشكر الاستاذ محمد وبنشكر كل الكادر اللي موجود، بس كمان اكيد انت يعني اكيد انت تغيرت يا علي. يعني اكيد انت شغلك هلا مو مثل شغلك قبل، دراستك هلا مو مثل دراستك قبل، يعني لو صار محفز من المدرسين. بس انت نفس اللي عم تقدمه هلا كنت تقدمه قبل من نفسك ومن وقتها؟ كل ما تقدم من واحد بتعليمه بالمرحله التعليميه تبعه بيزداد خبره. تمام، وبيكتسب خبره من اللي اكبر منه كمان. حلو، عم تحب موادك يا علي؟ لا كمان بتجنن. أني أكثر مادة بتحبها؟ الأساسيات. شلون؟ أساسيات التأمين. أساسيات التأمين، حلو. ايه. تمام، إيه. ايه. معناتها في تنوع كثير حلو بالمواد، شو حبيت فيها هي المادة؟ معناتها كأنك متوجه للتأمين أكثر. في عندك المحاسبات، هي يعني هي بتشجع الطالب إنه يدرس المادة ويتعمق فيها، لا في عندك اختصاصات كثير بتأهلك، يعني مثل ما قلت لك بتدخلني لفرص العمل، في عندك الحاسوب، نحن كثير اشتغلوا فينا مجال الحاسوب. حلو، بس يعني كانت امكانيات ضئيله والله، وتعبوا معنا كثير يعني. حلو، بالنسبه للحاسوب يعني اخذتوا برامج محاسبيه تعلمتوا عليها، صرتوا فيكم اذا فتوا على سوق العمل تشتغلوا، بغض النظر عن اسم البرنامج، بس صرتوا تعرفوا تشتغلوا على البرامج، لو هلا اذا حدا طلبك كمحاسب فيك دغري تشتغل على البرنامج. لا بدون ما تعتاز لا دوره ولا شيء. لا ابدا. حلو، تمام، كثير. شو حابب تقول كمان يا علي؟ حاب اتشكر الاستاذ محمد والكادر التدريسي، وتشكركم انت والضيف اللي معك. شكرا يا علي. شكرا، نحن بنتشكرك كمان لاتصالك وتواصلك، كثير حلو انه تكون هيك حابب تتواصل وتعطي خبرتك للطلاب اللي لسه هلا على مفترق الطرق. ناوي تطلع من الاوائل وتدخل جامعه يا علي؟ ان شاء الله. لو ما طلعت من الاوائل شو ناوي بعدين؟ هلا ان شاء الله بتطلع من الاوائل تدخل كليه، بس لو ما كنت بدك تشوف سر لعلي. علي بدك تشوف سر عندك انه عم تشتغل قطاع خاص ومشروع خاص. ها حلو، عندك مشروعك الخاص. طيب حلو، بدي اسالك سؤال هون. هلا ما دام عندك مشروعك الخاص، هل بصراحه ساعدتك دراستك في التعليم التجاري بانك تنجح بهذا المشروع؟ اكيد. كيف ساعدتك دراستك بالنجاح؟ مثل ما قلت لك انا تطورت بالمحاسبه، يعني بدل ما اجيب انا محاسب انا صرت المحاسب. حلو. هي مثال عملي صح مباشر حقيقي. تمام، الله يعطيك العافيه. معناتها كثير حلو انه استفدت من هالمواد وفتحت مشروعك الخاص، وهلا انت بسوق العمل قبل ما تتخرج. لكن انا من اول سنه بالمعهد بديت مشروع الخاص، وهلا متابع فيه. ان شاء الله بالتوفيق يا علي. الله يوفقك. شكرا كثير لك. شكرا يا علي. شكرا يا ابني. اهلا وسهلا فيك. هي من نماذج انسه. حلوه الامثله انه لحالهم هيك عم يحاولوا يعطوا صراحة فكره. صراحه هي من النماذج اللي وفقوا ما بين العمل الخاص وبين الدراسه، واثبتوا بجدار انه قادرين يمشوا باثنين سوا. تمام، في اتصال ثاني معنا منى. اهلين منى.
لسه معنا منى ولا انقطع الاتصال؟ لا لا انا معك. اهلين منى. مو منى معنا؟ ايوه. ايه تفضلي منى. اهلين. السلام عليكم انت سلطان. اهلين تفضلي. معك الانسي منى البيطار. اهلين انسي منى. يا هلا. اهلين انسي منى. انسي منى البيطار مدرسه بمعهد التقان التجاري بالتل. اهلا وسهلا فيك انسي منى. شكرا لاتصالك. تفضلي. بنتشكركم انسي سوسن على هالاستضافه الحلوه والاضاءه اللي عم تضووها على شغلنا وعلى جهودنا بالمعهد. الله يسلمك. تستاهلوا كل خير، كل الكوادر بلدنا اللي عم تشتغل. اهلا وسهلا فيكم وعم تقدم لهالبلد ولاولادنا ولطلابنا. شكرا لك انسي منى، كمان لها بصمه الانسي منى بالمعهد. طبعاً. لا تنسى من الكوادر الغاليه والعاليه المستوى كمان. تمام. وتركب بصمه على مدار 25 ل 27 سنه. الله يسلمك. مشكوره. الشكر الموصول انسي منى على جهودك دائما، الجهود اللي عم يبذلها بالمعهد ليرتقي فيه. الله يسلمك. تسلمي انسي منى. الله يعطيك الف عافيه. شو بتحبي تنصحي طلابنا انسي منى بخبرتك الطويله بالمعهد وبالتدريس وببصمتك الحلوه على تاثيرك على الطلاب؟ اكيد عم يقولوا الطلاب الكادر والكادر، اكيد حضرتك من الكادر واكيد تاثيرك كان ايجابي، واضح هذا الشيء. شو بتحبي تنصحي الطلاب اللي لسه مقبلين على التعليم التجاري هلا او بمفترق طرق؟ كانه قطع الاتصال. نشكر الانسي منى ونشكر اتصال او تواصل. يعني معنا. الحمد لله رب العالمين، يعني بعد هالخبرة هي بالتدريس. تمام. يعني طلابنا ما شاء الله فيهم قمم. الحمد لله. تمام. واثبتوا جدارة بسوق العمل. صحيح. واشتغلوا بجوز قبل او اسرع من طلاب التعليم العام. نحن ما عم نضرب باي تعليم، بالعكس كل تعليم له مجاله وله، بس يعني في دائما الطالب عنده قدرات عنده مهارات. بالضبط بالضبط. الحمد لله رب العالمين. الشيء الحلو خلال هاي الفترات انه كثير صعوبات مروا فيها الطلاب وتجاوزوها وكلها تجاوزوها، يعني عم بنحاول نربط الفعل. تمام. يعني صراحة أنسي سوسن الكادر إجمالا بما فيها تمثل أنسي منى هلا تعامل بمعاملة خاصة جدا جدا مع الطلاب، لوصل لمرحلة أنه الطالب ما فيه إيش بدون المعهد وما حدا فيه إيش بدون الطلاب. تمام. يعني نشكر أنسي منى، بنشكر الكادر، وكمان طبعا بنفس الوقت بنشكر كل مدرس ببلدنا الحبيب كان عم يحفز طلابنا. صحيح. يعني احنا بنقدر نستنتج من هذا الشيء بغض النظر عن اي معهد او اي مدرس او اي مدرس. نعم. كان ايجابي مع الطالب رح يعطي نتائج جيده، ان كان بالمهني وان كان بالعام. نعم. قديش مهم هلا نحن، انا بتذكر وقت كنا صغار انه احيانا المدرس اللي او المدرسه اللي كنا ننزعج او ما نحبهم بجوز ما نحب الماده تبعهم. صح. مزبوط. نعم. ما مرق معكم. نعم. هيك امثله. نعم. وبالعكس. نعم. المدرس او المدرسه اللي كانوا يعطونا الماده بحب ويعطونا اياها بتحفيز كنا كثير ندرس عنها. بقى نحن مثل ما كانت التجربه واقع علينا بنقدر نسقطها على الطلاب. لهيك انسي سوسن في شخصين، الطالب او الشاب او البنت بيتقمصهم، اما دور الاب والام او دور الاستاذ. تمام. صراحه يا بياخذ دور هذا يا يعني بياخذ هذا الدور، بياخذوا قدوه لإله، مثل اعلى لإله. وللامانه عندنا نماذج كثير ما نذكرها هي مثال يحتذى به. الحمد لله. في العلم وفي المعرفه وفي التوعيه وفي الاخلاق وفي الادب. تمام. شكرا لك استاذ محمد. لان استاذ عمار هلا كان عندنا مثال ناجح وطلاب عم يتصلوا انسي. نعم. وكذا هلا بحما. في احكي لنا عن هيك مثال ناجح للتعليم التجاري او قصه نجاح او اكيد الكوادر الجيده موجوده بكل على امتداد. نعم. وطننا الحبيب. اعطينا. نعم. مثال او قصه استاذ. طبعا حكيت قبل لحظات عن كذا قصه نجاح، بس انا هون بدي تسمحي لي اوجه الشكر لكل المدرسين الذين يعملون الان على ارض الوطن. تمام. في ظل الظروف الموجوده. انا بساعدك كمان بوجه شكر معك. صحيح. طبعا. وانتم مشكورين في وزاره التربيه وفي مديريات التربيه على متابعه عمليات التدريب والتاهيل للمدرسين، بحيث اغلب المدرسين عم يقضوا كل الصيف بدورات تدريبيه وهي اعاده صقل قدرات المدرسين. صحيح. مشكورين جدا. وبالتالي فمدرسين اي احد اهم مزايا التعليم التجاري انه مدرسي التعليم التجاري هم اشخاص يملكون الرؤيه الاداريه وايضا يملكون القدره على التنميه البشريه، على اداره الموارد البشريه. تمام. وبالتالي هم الاقدر على تخريج طلاب ناجحين في ناجحين. تمام. تماما. هذا يعني طبيعه مدرسي التعليم التجاري طبيعه خاصه مميزه. صحيح. وبالتالي انا ذكرت خلال حديثي انه خريج التجاري يكون قادر على استثمار الفرص، يكون قادر على روح المبادره، يملك الفكر الريادي والمخاطره المحسوبه، وايضا يمتلك الاستقلاليه ويمتلك الابداع
ولذلك عندما نرى أي قصة نجاح فهي قصة كانت تماما كان أساسها هو امتلاك الأفكار من التعليم التجاري. تمام. في اتصال كان؟ في اتصال بعدين بنكمل عشان ما نطر. هدى معنا. هدى من الوقت. ايه اهلين هدى. الله يعافيكي. بحب اتشكر معها وبحب اتشكر الاستاذ محمد كثير على اللي قدم لنا اياه. عارفيني عن حالك اول هدى، انت طالبه بالمعهد؟ ايه انا هدى الوزي معهد سنه ثانيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك يا هدى. تمام. بدرس مصارف. تمام كمان اختصاص مصارف. تمام كمان بتتشكر الاستاذ محمد والكادر التدريسي، ونحن بنتشكره وبنتشكر كل كادرنا اللي عم يشجع طلابنا بكل شكرا لك يا هدى. تسلمي. تسلم. شكرا كثير لك ولهم. احكي لنا تجربتك يا هدى، او نحن هلا عم نعرف الطلاب والاهالي على التعليم التجاري، ربما كان ميول الطالب او ميول الطفل او عفوا المقبل على المرحله الثانويه، مو طفل اكبر صار اكيد، ميول الطالب اللي مقبل على المرحله الثانويه كانت ميوله تجاري بس ما بيعرف، شو بتوضحي له؟ شو بتنصحي؟ هلا ممكن يكون انه واحد ما يحب الرياضيات، هيك نحن بنحسبها بالاول. إيه بس التجاري كله رياضيات؟ هل التجاري كله رياضيات يا هدى؟ لا لا بالعكس، هي مو كلها رياضيات، يعني هي دراسة شاملة ووافية للمجال المالي والحياة، يعني بيقدر يخليك تطلع. حلو هالتوصيف. يعني بيطلع انتقاء كلمات الدراسة دغري لسوق العمل. تمام. يعني نحن احيانا الطالب حتى ان كان لو كان بيدرس اختصاص طب اي من الاختصاصات الثانية بيدرس دغري، بيدرس محاسب امين مثلا، بيعمل تنمية ادارية بشرية، هي الكتب نحن موجودة عنا. نعم. يعني بدون ما يتوجه لحاله يعني بيحاول يبحث عن دورات لتأهيل. لمعاهد عادية نحن ندرسها ضمن المعهد. حلو. فنحن بنطلع نحن بنطلع معانا يعني تنمية ادارية بشرية، محاسبة، إدارة أعمال، كل هذا نحن الكتب عنا إياها. يعني ملم بأكثر من تخصص محاسبة، إعداد القوائم المالية، المصارف. استراتيجيه التحويل الرقمي، يعني طيب سؤال الرياضيات المرتبطه بالعلوم الاداريه والماليه، تشكيله مواد حلوه يعني متنوع. سؤال يا هدى، اغلب الدراسه تحسي بالاستمتاع. تمام، يعني في متعه مع فائده بنفس الوقت. اكيد اكيد، عم اقول لك يعني ما بتحتاجي تعملي دراسه برا معاهد او شيء او من شهادات، يعني تغني عن جميع الدورات اللي ممكن ياخذها اي طالب باي فرع اذا بده يدخل لسوق العمل، حتى في تسويق. أكيد. يعني تطلع حتى إدارة المشاريع الصغيرة اللي أغلب المعاهد برا بيعملوها هي موجودة كتب عنا بندرسها بالسنة. تمام. عنا إياها بالسنة الأولى فصل ثاني. تمام. في مادة الريادة كمان فصل الأول. مبادئ الإحصاء، مهارات الحاسب الآلي، مبادئ التسويق اللي هلا كثير منتشرة عنا بسوق العمل. حلو. يعني إذا كنت بدك تعملي مثلا مشروع الأعمال الحرة الخاص فيكي هنا بدرسونا إياها دغري من السنة الأولى. حلو. طيب سؤال يا هدى، وقت دخلتي عاشر تجاري هل كنتي رغبانة بصراحة بهذا الفرع ولا لا؟ وكيف تحولت الرغبة؟ هلا صراحة أنا رغبانة ومو رغبانة، كنت بخاف من شيء اسمه رياضيات. تمام. لأنه ما عندك علم شو فيه الفرع. وقت ما دخلت فيه ما لقيت أنه بس الرياضيات لحالة، يعني مو مثل الرياضيات ما بتكون الصف التاسع أنه كلها هيك أنه تراكمية. شو عندك مشكلة مع رياضيات هدى؟ يا هدى هدى بعد يا هدى بعد اذنك، شو كان مدى الرضا عندك وقت دخلت العاشر؟ يعني خلينا نقول 0%، هلا شو نسبه الرضا عندك؟ هلا 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 فيك تقول 90%. برافو. حلو. تمام. من 0 ل 90 قبلانين فيني. طبعا هذا بعد ما توضح لهدى انه شو طبيعه المواد ولقت ميوله ضمن هدول المواد، طبعا صار عندها رضا 90%. بالتوفيق ان شاء الله يا هدى. تمام. تسلم شكرا. يعني حالي يا هدى، شكرا كثير لك ولمداخلتك ولانتقاء كلماتك المعبره والمشجعه، وعن جد اللي فيها محبه للفرق. مستفيد كثير من موضوع الرياضي، مستفيد استاذ محمد انسه بسمه، وكثير من الانسات بحب اتشكرهم، يعني الاستاذ محمد صراحه مو لانه لا موجود معاكم بس من وقت ما دخل يعني على المعهد كثير عمل بصمه حلوه كثير له يعني. تمام. حلو. شكرا لك يا هدى. شكرا لكل زملائك وبالتوفيق ان شاء الله يا هدى. ماشي شكرا كثير. يعطيك الف عافيه. توفيق. شكرا لك يا هدى. شكرا لك بالتوفيق، ان شاء الله بنشوفك من الاوائل. يعني عفوا انسي، هدى ممكن تمثل نموذج يحتذى به لطلاب كثير بيسالوا.
وبتاخذين قدوه لهذا الموضوع. اغلب اغلب الطلاب اللي عم يتواصلوا، انا نسيت اسالهم، بس حتى اللي متفوقين بمجال بمجال التجاري عم يقولون اللي دخلنا تجاري عاشر كنا مو رغبانين. تمام، يعني هي اللي حابه اوصلها للطلاب. هذا واجبنا، هذا واجبنا نحن نورجيهم شو موجود بمجالنا. عندنا لازم نحن يكون في عندنا من ندوات تعريفيه مو هلغ تكون ضمن العام على مدارس التعليم الاساسي. هلا راح تدخل ماده التربيه المهنيه، في ماده التربيه المهنيه هلا طبعا هي كثير بهذا الموضوع ان شاء الله. الحلقه الثانيه انه رابع خامس سادس راح تكون في ماده التربيه المهنيه فيها اربع انشطه. نشاط سياحي زراعي تجاري صناعي. بياخذ الطالب هالمهنه عن طريق النشاط، يعني عن طريق اللعب، بياخذه عن طريق نشاط انه هذا اسمه سياحه، هذا اسمه اكتشاف ميول، هذا اسمه صناعه. تمام. بصير نوعا ما ببلش يتعرف هو وطفل على هذا المجال. انا في له مقوله دائما بقول، ولو جزء الوقت ما في الندوه انتهت، بقول دائما ست البيت اذا كانت دارسه تجاره واقتصاد فهي مدبره جيده، فهي مديره اقتصاد صغير، يعني تدير البيت بكل ما فيه. صحيح. وبالتالي نيال اللي بياخذ وحده معي تعال. يا سلام، هي كثير يعني نعم. يعني شهاده نعم. تمام. هلا بشكل عام المواد التجاريه مو فيها اداره وفيها نعم. تنظيم. انا بتوقع انه اي شخص دارس هذا الفرع رح يكون اداره ملم. حياته ملم. جيده نعم. حتى بنلاحظ نحن ممكن يكون مهندس او طبيب وبمجال عمل عنده مثلا مشفى او عنده حتى بيرجع بيعمل ماجستير اداره اعمال. نعم. ما في حكي على التلفزيون، في عندنا مهندس عندنا بالمديريه تدشر الهندسه وصار لاعتين محاسب. تمام. سوى دوره عندنا على برامج محاسبه. زين، في كثير كمان تمام ناس تدخل على المهنه تبعنا من غير تمام. ما يكونوا طبعا هو حق طبعا اللي بدور على سبل المعيشه، وطبعا لقد وجد نفسه الرجل في هذا المكان صار محاسب هلق في كذا محل. عفوا استاذ عمار، في تجارب كثيره عن هذا النموذج. نعم. اطباء جربوا مهنه المحاسبه كمان وعملوا دورات فيها للدخول لسوق العمل. تمام. او اذا ما تركوا الطب رح يعملوا دوره اداره اعمال اذا عندهم مشفى او عياده كبيره ليقدروا يديروها. وهي اخر بنت شوفي دخلت باختصاص موضوع تامين موارد بشريه الاتش ار كذا، المواضيع هاي عم تحكي بلغه وبمصطلحات الخبيره. تمام. وليس يعني اقتصادي بحت. تمام. عنسة هدى اللي دقت آخر شيء عن جد. الصبية. هذا تعابيرها كانت فعلا مبينة أنه متشربة مادة الريادة أصلا لحتى عم تقدر تحكي بهي الطريقة. منشكرها لهدى ومنشكر كل طلابنا. خبرات أنسي النظري بالمجال الأكاديمي. منشكر كل طلابنا كمان اللي تواصلوا معنا. كلمة أخيرة هيك بثواني أستاذ محمد. نعم. بثواني كلمة أخيرة شو حابب توجه لطلابنا هيك؟ أنسي عن التعليم التجاري بشكل. بثواني. طبعا الشكر لكم أنسي سوسان وللأستاذ عمار ولكل من سلط الضوء على التعليم التقني التجاري أو بشكل عام. الطلاب أنتم حبيبي حلقة دائما نعتز بها للوصول إلى المستقبل، أنتم عن طريقكم سنبني هذا المستقبل وهذا الوطن. هاي نقطة. النقطة الثانية، أنتم لستم فاشلون وبحياتكم ما كنتم فاشلون. الطالب الذي يتوقع أنه ذهب إلى التعليم التجاري فشل في التعليم العادي أبدا. لكن في نقطتين أنسي أنا بتمنى من هالمنبر أن يوصلوا. أول شيء نرفع نسبة القبول الجامعي من 3 لنفتح مجال لأكبر عدد من الطلاب للدخول. 2 ممكن نستثمر هاي الخبرات في مجال مسك الدفاتر والسجلات وأمين المستودعات في مواقع أخرى، في الثانويات الصناعية، الثانويات المهنية ممكن الأخرى. عن طريق مرسوم الإنتاج طبعا. نعم. هذا الشيء والعمل ضمن ضوء المرسوم 25 أيضا بالاستفادة من هذا. نعم. تمام. بالمعاهد التجارية الذي كان نفتقد من السيد الرئيس نعم نفتقد تفعيل التعليم المهني كان التقني بالمعاهد أو المهني بالثانوية، مع أنه الفرصة متاحة أنسي للطلاب للتوظيف أو للانتقال لمرحلة العمل، لكن أرغب بزيادة النسبة أيضا لتشمل أكبر عدد من الطلاب الذين نسق وعلى يقين بإمكانياتهم العالية وخبراتهم الميدانية التي ستعكس ما أخذوه. ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمد. استاذ عمار كمان بثواني الوقت خلص. نتمنى ان نكون قد وفقنا بايصال رساله التي حملنا بها، وطلب من اولياء الامور ومن الطلاب عند اختيار الفرع مثل ما حكينا كونه هون مفرق كثير اساسي، عند اختيار الاختصاص مراجعه مديريات التربيه والتعرف على الاختصاصات. حلو. ودراسه ميول الطالب اختيار اطلاع على المجالات الطريق الصح. تمام. شكرا كثير لك. مشكور. سوسن ثانيه بسيطه كمان بتوجه من بنكم، مثل ما حضركم لفتوا الانتباه للتعليم في مجتمع اهلي محلي صراحه يدعموا بشكل واسع هذا الاتجاه. بتشكروا كل الشكر من منبرنا المتواضع هذا له، لانه بوقفته الكريمه هي شجع ورفع المستوى كمان
من جهه ثانيه. تمام، شكرا، شكرا لكم. شكرا استاذ عمار، شكرا استاذ محمد. نتمنى اعزائي المشاهدين وابنائي الطلاب ان نكون قد ادانا بشكل جيد وعرفنا على مهنه التعليم التجاري، والى اللقاء في ندوات اخرى ان شاء الله.